اليوم الغابة اللي عم نتعامل معها هي غابة منا غابة فتية، منا غابة جديدة مشاكلها قليلة، لا غابة عمرها بركي 1000 سنين. بدك تتعامل معها بطريقة متميزة جدا، بدك تحضنها، بدك تساعدها كل الوقت. وهوني كانت كل الوقت المتابعة من ناحية الحشرات المضرة، كيف عم بيكون التوازن الطبيعي فيها، كيف عم تكون الأعشاب البيئية اللي موجودة هون، التوازن الطبيعي البيولوجي. كفينا شغلنا هون مع فريق مختصين دايما كنا نطلبهم من البلد أو من خارج البلد، نقدر نتابع معهم لتطوير المشاتل ولا متابعة صحة الغابة هوني. كتير شجرة صار معرض بكثافة الثلوج، في سنين بيجي ثلوج كتير قوية على الأغصان، ممكن يتكسر هالأغصان، وقت اللي بينكسر غصن أو بينكسر عمد كتير كبير بيصير سبب إنه يفوت مي أو جليد بالشتوية ويرجع يفسخ هالشجر ويسبب بموت الشجرة. اللي عم نجرب نساعدهم لهودي الشجر بالعلاج اللي عم نعمله هو قطع النشش مع ناس أخصائيين، عم ننظف مكان الجرح مزبوط، ننظف الغصن يلي نقص مزبوط تيرجع، وندهنوا هالمادة الشمعية تيرجع وقت اللي بتنمى الشجرة ترجع تضب على الجرح طبيعيا وتختمه. هيك بنكون عم نساعد الشجرة نخلصها من الأمراض ومن الهريان. صحة الغابة اليوم صحتها جيدة جدا، طالما تنظيم الزوار منظم فيها، بيمشوا بممرات بيحترموا الممرات، ممنوع الأكل، ممنوع الشرب، ممنوع التدخين، أهم شيء منوجههم على الباب وين فيهم يمشوا وين لا، وليش محلات ما فيهم يمشوا ليش ما لازم يمشوا فيها، لأنه لازم يعرفوا هالحركة بقلب الغابة شو هي أهميتها. في بكتيريا، في فطريات معينة مفيدة جدا للغابة، إذا دعسنا وين مكان ممكن نأذيها. في نباتات ضروري تكون إذا شلناهم دعوسنا وين مكان أو عملنا حريق بقلب الغابة داش ممكن نضره لهالغابة. وبالتالي اليوم هذه الغابة صحيح أصغر غابة بلبنان، بس لما نفوت على قلبها منحس حالنا كأنها بغابة كتير كبيرة، لأنه شجرة كتير كبير، بتحسوا بسلام بقلبها، بتحسوا بهدوء. وعم تكبر، عم تكبر الغابة، هالمدى الطبيعي هالمدى الحيوي تبع الغابة امتد. صرنا نحن بغابة مساحتها 10 هكتار، صرنا زرعين ملوين الأمتار المربعة حوالي هذه الغابة، مزروعة بأرز لبناني سيدروس ليباني وبالأصناف المحلية الثانية اللي موجودة بالغابات المحيطة فينا بهذه المنطقة أو بكل المناطق الجبلية بلبنان. كل العالم اللي عايشة هون عايشة من السياحة، ليش؟ لأنه في شجرة ناس قبلنا حافظوا عليها، وصلت لعمر معين لجمال معين، عم تستقطب سواح من كل الدنيا. هن بالتالي لازم يعرفوا بدي عيش من هالغابة لازم أعرف حافظ على هذه الغابة. الغابة هي على لائحة التراث العالمي، وهي كل العالم كل البشرية معنية فيها، وبالتالي بنحس هذا الشيء وقت بيجي ناس لعنا لجنة أصدقاء الأرض بتقول نحن جاهزين للدعم، جاهزين للمساعدة.